وضيفنا اللي منورنا الاستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي، واللي يعني طلعنا الفاصل ده بعد ما اكدنا على ان اللي جاي هيبقى اسئله سريعه. اسئله سريعه يا استاذ سامي طبعا، وعارفين من حضرتك يعني الوضوح ستريت فورورد كده، نسالك عن الأسوأ والافضل برضو تقييمك. خلينا نبدا بيه دلوقتي، طبعا المنتخب المصري الأسوأ والافضل في من اللعيبه، قبل اللعيبه من اللعيبه نقول الافضل والأسوأ. يعني هو الأسوأ الأداء بصفة عامة، أما هنتكلم أداء في يعني في المباريات من كل اللي الفريق من كل الفريق. أنا يعني أنا مش راضي حتى مع الهدفين اللي جبناهم، أنا مش راضي عن مستوى الأداء إجمالا. ده للفريق كله، للفريق كله. إجابة دبلوماسية بس ماشي. لا دي حقيقة واقعية، واقعية. إنما والأفضل الأفضل يعني الشناوي كان برضه صمام أمان منتخبنا، لأن كان الموجات الهجوميه كانت يعني ثقيله جدا على منتخبنا، وكان له تدخلات رغم ان مرماه اصيب بهدفين، واحد منهم من ضربه جزاء، انما كان طبعا كان برضه صمام امان المنتخب. ودي السؤال ده لازم يودينا لحاجه، ان احنا السؤال ده يتوجه للاعبين نفسهم والفريق نفسه، انتوا كنتوا اسوء ولا كنتوا افضل؟ تقييم ذاتي بقى، تقييم ذاته وكلام مع بعضهم. طيب كده بشكل عام اللي حضرتك شفته الشويه اللي فاتوا مطمنك على الشويه اللي جايه؟ مطمن كتير، مطمن لان انا يعني عندي ثقه في نوعيه اللعيبه دي لحد كبير. هم يعني شويه كده لو قلنا لو تراكمات الموسم المتصل اللي فات ده لسه مأثر على بعض منهم، تغيير جهاز فني برضو دي نقطه مش قليله طبعا، قصر فترات التجمع والدمج. يعني لاحظ حضرتك ان استاذ كريم ان الماتش جه بعد شويه توترات نفسيه واعلاميه عقب ماتش الاهلي والزمالك. صحيح. التجمع ده يعني اللعيبه انتقلت من حال الى حال طبعا. يعني فكل الظروف دي يعني نلتمس منها العذر للاعبين، بس عليهم في الفتره الجايه ان يكون اكثر ايجابيه ونتائج عاليه واداء ممتع للناس. يعني احنا بنتكلم عن منتخب مصر، احنا بنحب الاداء الحلو، احنا واخدين على الاداء الحلو. يعني في برضه نقطه دي مهمه جدا.